الروند بقى السكون بتاعك، شايف السمكة قد ايه؟ بقى ان انا كنت بصور فيديو عادي، مش شرط العجينة تبقى تقيلة او خفيفة. انا عجنت شوية العيش دولت مخصوص عشانك انت، عشان اعرفك العجينة لما تبقى تقيلة العيش بيبقى عامل ازاي، وعايزك انت بقى اللي تحكم تقول العجينة التقيلة حلوة ولا العجينة اللي انت شفتها احلى. النار عالية، وبص النار عالية، شوف السمك، شوف السمك بتاع العيش، السمك بقى والتخرزة بتاعت العيش عشان تعيش. شوف السمك قد ايه، زود لي بقى السكون بتاعك، شايف السمك قد ايه، شايف السمك قطع، شايف السمك، شايف ده، شوف ده من ده بقى، شايف السمك، شايف الفرق في الشكل، حتى فرق في الشكل بين التقيلة والخفيفة، لازم أن تبقى بين البنين كده. بتلف ازاي وبقى عامل ازاي على النار، شوف بقى العيش الخفيفة يبقى عامل ازاي. حتى اللفة بتاعت العيش فيها فرق، حتى الشكل فيه فرق، حتى السمك لازم أن يبقى العيش عادي، يعني ممكن تجيبني لازم أن يبقى العيش خفيف كده يبقى جلاش. وصان أنا بس لما ننشف شوية بتاعت العيش الخفيفة ده بقى عاملة ازاي. عملته؟ ايوه.